السلام عليكم. لأول مرة منذ 3 أشهر سفينة وقود تدخلان ميناء الحديدة غربي اليمن. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت بين المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. دخلت سفينتين محملتين بالوقود لأول مرة منذ 3 أشهر إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين غربي اليمن حسب ما أعلنت سلطات صنعاء، وذلك في إطار هدنة بدأت السبت وتستمر شهرين. وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن وخصوصا العاصمة صنعاء أزمة وقود خانقة منذ أشهر، ويتهم الحوثيون التحالف بقيادة السعودية الذين يفتشون السفن منعا لتهريب الأسلحة للحوثيين باحتجاز ناقلات الوقود منذ بداية العام. وقالت شركة النفط اليمنية التابعة لسلطة الحوثيين في بيان اليوم الاثنين، وصلت الآن إلى ميناء الحديدة سفينة البنزين قيصر بعد احتجازها لمدة 32 يوما، فيما لا تزال سفينتا بنزين إسعافيتين بمنطقة احتجاز التحالف. وفي وقت سابق أعلنت الشركة عن وصول سفينة أخرى تحمل اسم سيبلاندر سافر، وذلك بعد احتجازها لمدة 88 يوما. وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014 في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.